اقتدينا بتجارب الدول الأخرى. في بعض الدول يعني حصل لها عجز يعني كبير في أجهزة الوقاية والسلامة الطبية في المستشفيات، فاحنا قلنا ناخذ خطوة احترازية لتجهيز كمية جيدة إن شاء الله ما نستحقولهاش، إن شاء الله ندعو أن ما نستحقولهاش، لكن قلنا نجهز كمية لباس بها لسد أي عجز يمكن أن يحصل في المخزون الموجود في المستشفيات حالياً.